السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي الغالي. النهاردة إن شاء الله معانا فيديو مميز، مجموعة متاليد جديدة إن شاء الله، مساحات محترمة جدا، 80 في 50 و50 في 50، 70، دي 70 يا جماعة، اهيت من جوه، اهيت تشتغل برضو الحمام اللحام، باب واسع، رسمة كويسة جدا اهو، خشب زي ما انتم شايفين اهو، في 50 ولا في 40؟ 45 يا جماعة، الباب ده 70 مظبوط كده؟ اه يا جماعة، موجود منه تشكيلة، الرصة هنا كلها دورين بس، الرصة اللي هنا يا جماعة كلها دورين بس اهو، بسم الله ما شاء الله. دي العين عامله كام يا عم خالد؟ عامله 80 جنيه. العين يا جماعه من ديت عامله 80 جنيه، العين عامله 80 جنيه. زي ما انتم شايفين اهوت. طبعا شغل زيرو، اسعار كويسه جدا بمورد الله. طبعا الحاجه لسه جديده اهي زي ما انتم شايفين. العين عامله 80 جنيه باذن الله. اهو يا جماعه. شغل كويس جدا. اهو. ديت اللي هي 70 ل 50، فين بقى؟ دي اللي هي ال 50 يا جماعة، دي التلاتات 70 برضه، لا دي التلاتات 70 اه يا جماعة، دي تلات ادوار. طبعا زي ما انتم شايفين الشغل من جوه اهوت، بسم الله ما شاء الله، ما شاء الله تقفيل كويس جدا كده كده. بنسيب رقم عم خالد في البوست. الرصه دي كلها تلاتات. دي يا جماعه الرصه دي كلها تلاتات زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. العين عامله 80 جنيه، يعني الحته الثلاثه عامله 240 جنيه. الحته الثلاثه يا جماعه عامله 240 جنيه. دي بالنسبه ايه العيون ال 50؟ ده شغل ال 50 اهوت. الرصه دي كلها تلاتات. الحتة تلات عيون، الباب بخمسين جنيه، يعني الحتة التلاتة يا جماعة بمية وخمسين جنيه ما شاء الله. الحتة التلاتة بمية وخمسين جنيه. دي الدورين بمية جنيه. أهو. دي دورين يا جماعة. 50 في 50. ما شاء الله. تقفيل أهوت. بسم الله ما شاء الله. أهو زي ما أنتم شايفين، طبعا الخشب كله جديد. لسه الحاجة ما اشتغلتش قد كده. الباب بخمسين جنيه، مساحة 50 في 50. اه. اه يا جماعة زي ما انتم شايفين اهوت. اهي. حتة انت بتستلمها زي ما انت شايف. المكان فين؟ المحلة الكبرى السوق. السوق اهو يا جماعة، ده بيبقى سوق الحمام. سألت أي مكان أو أي حد فين سوق الحمام؟ عم خالد في قلب السوق. ناصية سوبر ماركت كازيون. ناصية سوبر ماركت كازيون، عشان تبقى سمعته كويس، ناصية سوبر ماركت كازيون. زي ما انتم شايفين اهوت الحاره اللي جنبها، وموجود مستلزمات اي حاجه انتم عايزينها عم خالد، شغل جمله وقطاعي موجود عنده من الالف للياء. البطاريه دي بكام يا عم خالد؟ البطاريه دي ب 2400. البطاريه دي يا جماعه ب 2400 جنيه بجميعها كده، صح كده؟ اه، كل بتطلع بالمجاري بتاعها بكل وصله الميه بكل، ودول الثلاث ولادات اهمت، ودول الثلاث عين فوقهم اهمت، عين مثلا، عين مثلا للدكر ولا حاجه، والعينين التانيين للولدات. دي بقى 2400 جنيه يا جماعه، شغل ما شاء الله اهوت اهو. دي الولدات، بسم الله ما شاء الله، كل عين لها ولاده وعلفه، كل عين لها ولاده والعلفه بتاعتها جنبها اهيت. واللي جوه ده الحامل بتاع جرد الميه، ده الحامل بتاع جرد الميه يا جماعه، عامله 2400 جنيه باذن الله. دي يا عم خالد ديت عامله 900 جنيه. دي عامله كام؟ عامله 900 جنيه. دي عامله 900 جنيه. ثلاث ادوار، يعني عين ولاده وعين مثلا للذكر وعين للولد. دي عامله 900 جنيه يا جماعه اهيت. ديت اللي هي بتاع الوالده، ودي عين للذكر وعين للولد. يعني معموله حاجه برضو ايه، يعني على متناول الايد يعني. دي عامله 900 جنيه. مظبوط كده؟ تمام. دي يا جماعه الثلاث عيون عامله 900 جنيه باذن الله اهيت.
التلات عيون عامله 900 جنيه باذن الله، وديت قلنا عامله 2400 جنيه. تمام. يعني في تخصص للارانب، في للحماه، دي متلتها هي سلك هي المجال فين. بسم الله ما شاء الله. دي عامله كام يا عم فلم؟ دي المجال فين العين بتاعها ب 225. ديت العين عامله 225 جنيه. انا بقول لكم اسعار مش هتلاقوها عند حد تاني. ودي العين بتاعها عامله 200، ودي العين عامله 200 جنيه. اه يا جماعه دي 50 ولا 60؟ 55. دي 50 في 55، والحته دي برضو 50 في 55، العين بتاعها تعمل 175 جنيه. دي برضو 50 في 55، العين تعمل 175 جنيه. 175 جنيه يا جماعه ما شاء الله. عم خالد يعني ضرب السوق في موارد الله، اسعار جامده جدا جدا جدا. قلنا دي كام عم خالد؟ 225. دي يا جماعه السلك المجال في نهايه عامله 225 جنيه. طبعا زي ما قلنا اللي عاوز اي حاجه تواصل مع عم خالد، رقمه بيبقى في العنوان. اي حد محتاج اي شيء بالنسبه لمستلزمات الحمام، سواء غزله، متاليه، سلك، خشب، اي حاجه انت عايزها موجوده عند عم خالد بامر الله. اسعار كويسه جدا جدا، عرضنا لكم بواب جامده جدا بسعر مميز جدا. طبعا بنشكر كل راجل محترم بيتابعنا. اي حد يعوز اي حاجه موجود عند عم خالد، بنقول اهو من الالف للياء. مظبوط يا عم خالد؟ عيون 60 في 60 في 60 مربعه، العين طالعه بكل مشتملاتها، ده عرض لمده اسبوع. العين ب 275 جنيه. صورها ورينا يا عم خالد، تعالى ورينا. مش يا حبيبي ب 275 بمستلزماتها. بص ليه؟ العين بمستلزماتها. وقفنا تحت امرك، نشحن لك تحت امرك حسب اللي انت عايزه. طبعا بنشكر كل راجل محترم بيسيب لنا تعليق ايجابي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.